بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة خواطر التدبر. الحقيقة توقفنا في قصة سيدنا يوسف عند ذلك الموقف العظيم الذي لو هيئ لكثير من الشباب، بل للأسف كثير من الشباب يسعى الآن للفاحشة ويفتخر يفاخر بذلك. سيدنا يوسف الذي أصبح ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت مصر، أصبح ملكا لمصر التي فيها خزائن الأرض. هذا الرجل، هذا النبي الكريم، تعرض للكثير من الاختبارات ولكنه في كل مرة كان ينجح. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هئت لك، تهيأت لك. رد الفعل المباشر قال معاذ الله، وذكرها بزوجها إنه ربي أي سيدي، لأن كلمة الرب كانت تستخدم في زمن سيدنا يوسف بمعنى السيد، كان يسمى الرب. إنه ربي أحسن مثواي، أي أحسن إقامتي وتربيتي ورعايتي، لأن هذا السيد أوصى امرأته قال أكرمي، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فذكرها بهذه العبارة. دققوا معي أيها الأحبة، القرآن كتاب متناسق مع بعضه. سيد عندما أوصاها أكرمي مثواه بعد أن كبر وآتاه الله العلم والحكمة، حاولت أن ترتكب معه الفاحشة وهيأت كل الأسباب. فذكرها بقول من سيدها أو زوجها، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هل هذا جزاء الذي أكرمني؟ هل هذا جزاء أنه زوجك وأكرمك أيضا؟ إنه لا يفلح الظالمون. هنا أيها الأحبة، ولقد همت به، لم تستمع لنداء سيدنا يوسف، لم تتذكر زوجها وفضله عليها، اندفعت بغريزتها وهمت أن تمسك به. هنا سيدنا يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا لو أن سيدنا يوسف استسلم للشيطان ربما كان سيرتكب هذه الفاحشة، ولكن الله عصمه لأنه كان من المحسنين. وكذلك قبل آيتين تقريبا يقول وكذلك نجزي المحسنين، فهذا المحسن يصرف عنه الله الشر. فأنت إذا أردت أن يصرف الله عنك الشر، أحسن للناس، قدم أي خدمة للناس. أنت موظف في مكانك، أخدم الناس. تستطيع أن فلان طلب مساعدة منك، قدم له خدمة، ولكن وأنت تسير في حاجة أخيك تذكر أنك تعمل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، ليس من أجله وليس من أجل أن يعطيك شيئا من المال أو مقابل شيء دنيوي. اعمل هذه الخدمات وقدمها للناس حسب موقعك ومركزك وما تستطيع أن تفعل به، وستجد هذا الإحسان، ستجد أثره في المواقف الصعبة. أنا لدي مواقف صعبة، كيف ينجيني الله منها؟ بالإحسان، أن أحسن أساعد الناس. هل هذه المواقف الصغيرة يجمعها الله لك ويصرف عنك شرا كبيرا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين قالوا هم بها ليضربها، صحيح، هو هم بها ليبعدها عن نفسه، هم بها ليهرب منها، لأنه لا يريد أن يفعل ذلك، لم يتغير شيء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ذكرك الله أن سيدنا يوسف ليس بقدرته هو امتنع عن الفاحشة، بل برحمة الله تبارك وتعالى. هذه قضية عظيمة جدا أيها الأحبة. لا ينبغي لواحد منا أن يرد أي خير لنفسه،
يجب أن ترد الخير لله. فيك صفة جيدة، قل الله هو الذي أعطاني هذه الصفة. جاءك مبلغ من المال، قل الله هو الذي رزقني. مرض صرف عنك، قل الحمد لله الله صرف عني هذا المرض. أخذت دواء وشفيت، لا تقول هذا الدواء جيد، قل الله هو الذي سخر لي هذا الدواء فكان سببا في شفائي، ولكن كن مع المسبب عز وجل. أي موقف تتعرض له ينجيك الله منه، ينجيك الله منه، ينبغي أن تتذكر أن الله هو الذي أنجاك. هذه الآية تعلمنا هذه القاعدة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هنا معلومة جديدة قبل آيتين أو ثلاثة، وكذلك نجزي المحسنين. هنا إنه من عبادنا المخلصين. ما معنى المخلصين أيها الأحبة؟ الحقيقة موضوع الإخلاص موضوع كبير جدا جدا، لذلك أهم سورة في القرآن التي تعدل ثلث القرآن اسمها سورة الإخلاص. الإخلاص قضية أن تكون مخلصا لله، أهم من أي عبادة أخرى الإخلاص، لأن كل العبادات إذا لم يكن فيها إخلاص لله تعالى ليس لها قيمة. كل عباداتك إذا لم تبتغي بها وجه الله، كل أعمالك إذا لم تبتغي بها وجه الله ليس لها قيمة. حتى إن الإنسان يؤتى به يوم القيامة فيقال له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. أنا الآن أعمل من أجل المال، أخذت المال انتهى الأمر، ليس لي أجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، سورة يوسف أنا أثرت فيها شخصيا، عشت معها سنوات طويلة. من انعكاسات هذه السورة أعطيكم مثال بسيط، أنني عندما بدأت في عملي في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قررت أن يكون كل هذا العمل هو لوجه الله سبحانه وتعالى. ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع وحقوق النشر وأن أبيع هذه المواد أو هذه الكتب، فوضعت كل شيء مجانا. هذا الأمر والله أيها الأحبة رزقي زاد لم ينقص، وطمأنينتي وسعادتي زادت في هذه الدنيا، والانتشار أصبح أوسع. هذا الوضع بسبب تأثير سورة سيدنا يوسف في حياتي. يعني أنا أعطيكم تجربة شخصية، هذه السورة عشت معها طويلا، كل يوم كنت أستمع لها يوميا خلال حفظي للقرآن. فكانت يعني هذه السورة تواسي المؤمن، حتى عندما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت مواساة له. نزلت في ظروف صعبة في مكة المكرمة، في عندما كذبه المشركون وآذاه، هؤلاء كفار قريش آذوه واستهزأوا به واتهموه بالكذب والأساطير وتآمروا على قتله، نزلت هذه السورة مواساة لقلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فكانت مليئة بالعبر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أردت أن يصرف عنك الله السوء والفحشاء وكل مكروه، أخلص دينك لله. أحد الأعراب الذين جاءوا للنبي وقال له أوصني يا رسول الله ولا تكثر لأحفظ، أعطاه كلمات قليلة، أخلص دينك لله يكفك العمل القليل، 6 كلمات. أخلص عبادتك وعملك وحياتك لله يكفك العمل القليل. يعني ربما تصلي ركعتين بإخلاص أفضل من 1,000,000 ركعة دون إخلاص. ربما تتصدق بتمرة خير من 1,000,000,000 إذا لم يكن فيه إخلاص. فالقضية ليست قضية عدد ولا حجم ولا كمية، القضية هنا نوعية، الإخلاص. كم لديك من إخلاص؟ لذلك نستطيع أن نتعلم من خلال هذه الآية شيئا أيها الأحبة. إذا أردت أن يهبك الله العلم والحكمة وينجيك من المهالك والمصاعب والمشاكل،
ويصرف عنك الشر ويمكنك في الأرض ويعطيك من العلم والقوة شيئين: الإخلاص والإحسان. الإحسان اعمل خير وقدر المستطاع اعمل خير بدون أن تسأل عن النتيجة، رصيد لك عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإحسان. والإخلاص أن تجعل هذا الخير لله تبارك وتعالى، حتى لو جاءتك إساءة لا تلتفت لها. إذن أيها الأحبة، هذا الأمر يجب أن نستفيد منه في حياتنا. القرآن لم ينزل لمجرد أن نقرأه، لنطبقه ونعمل به. هنا أيها الأحبة واستبق الباب، انظروا كيف أن الله عز وجل عندما صرف عنه السوء والفحشاء، وعندما أثبت سيدنا يوسف أنه بالفعل يخاف الله ووفي لهذا الرجل الذي أكرمه، بالصدفة جاء هذا الزوج. هي كانت تعد كل شيء على أساس أنه مثلا مسافر أو غائب، ولكن تصادف أن له حاجة فعاد بعد قليل واستبق الباب، أراد أن يهرب منها. عندما هرب منها فمزقت قميصه من الخلف، كانت عنيفة جدا يعني معه، يعني أرادت بكل شيء أن يعني تجعله ينجرف إلى الفاحشة، فهرب من ذلك واستبق الباب. عندما استبقا، يعني اثنان استبقا الباب، يعني تسابقا، هو يهرب يريد أن يهرب منها وهي تركض وراءه تريد أن تعيده، وقدت قميصه من دبر. قدت يعني أحدثت ثقبا أو تمزيقا بسيطا من دبر من الخلف، وإذا بسيدها يفتح الباب وألف يا سيدها لدى الباب. هنا ماذا فعلت؟ أرادت أن تعمل مؤامرة على يوسف عليه السلام لأنه رفض أن يرتكب الفاحشة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طب الآن تذكرت أنك أهله، وهنا استخدمت كلمة بأهلك، ليس بزوجتك أو امرأة، بأهلك، لأن الأهل فيها نوع يعني فيها غير الزوجة. الزوجة ربما تمتزج معها عواطف أخرى، مشاكل أخرى، أما أهلك يعني أهل الإنسان هم أهل بيته، أقرب الناس له. يعني كأنها تقول لزوجها: ماذا، ما هو جزاء، ما هي عقوبة من يحاول أن يؤذي أهلك ويسيء لهم ويعتدي عليهم؟ اتهمته أنه هو الذي أراد أن يعتدي عليها ويرتكب الفاحشة معها. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إما السجن أو العذاب. هنا أيها الأحبة سنتوقف في اللقاء القادم، نستكمل إن شاء الله. وأذكركم بشيء أخير إن شاء الله، أن الفتنة مهما كانت قوية، مهما كانت ظروفك صعبة، ما دمت مع الله لا تبالي، ما دمت سلمت أمرك إلى الله عز وجل فهذا الخالق العظيم هو الذي سيجد لك الحل. لا تتعب نفسك وتفكر كثيرا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.